السلام عليكم ورحمة الله. جهاز الباور بوستر أو الباور بانك أو الجمب ستارتر احنا بنقول له، اللي هو بيقوم لك السيارة حتى لو البطارية ضعيفة جدا أو ميتة. هذا الجهاز الميجا نوعية رائعة جدا وممتازة، مدرعة بشكل صناعي وقوي جدا، لو شايفين قاعدته ممتازة جدا. هالجهاز رهيب جدا، ليش؟ لأنه فيه باور اون اوف، يعني انت مش يعني عشان انت ما تشبك الخط الحامي مع البارد، بيعطيك مجال لما بعد ما تشبكه انت تشغل السويتش. اثنين، انه في عندك منفذ USB، عندك منفذ الدائري، عندك إنارة هنا بتشتغل، بحيث انه طبعا في فانكشن اسمه تيست، يعني شوف بتقدر تشيكه، شوفه مشحون 100% والفولتية 13.3.2 او 3، تمام. وبعد ما تشغله في كمان اوبشن اللي هو تشغل الإنارة الأمامية اذا صار معاك اي مشكلة على الطريق. طبعا في احجام منه، يعني شوف هذا في حجم صغير، شوف هاي الإنارة مالته، واذا كبست عليها بتعطيك يعني خلينا نقول تحذيرية، اشارة تحذيرية. طبعا قلنا لكم في حجم اصغر منه، اسعاره جدا مناسب وممتازه. واللي بده كمان بيطلع بر او في عندهم خلينا نقول منطقه بعيده وبحاجه من فتره لفتره ينفخ التير، هذا في كمان اللي هو الاير سبلاي، هيو شايفين طبعا نقدر انه نشغله من قدام، في له كبسه بيتشغل. فهالجهاز تمام، فهذا شوف هيك بتنفخ انت الهواء مع عدة فتحات، وهاي هنا كمان شوف بقيس لك قديش ضغط بالضبط إذا سكر عليه من هنا. يعني جهاز رائع جدا وممتاز. طبعا في بولاريتي بروتكشن، في سيرج كارنت بروتكشن، يعني في جميع انواع الحمايه. ولو شايفين هذا تمام، لو نفتحه من ورا بيكون في بطاريتين ثنتين، يعني عمره التشغيلي فعلا طويل وصناعي وممتاز جدا. بننصحكم في اقتناء هالجهاز الرهيب جدا.